أنا في أرضك، إيوه أرضك أنت، أنا اليوم في هذه الأرض اللي حتكون لك إن شاء الله استثمار دائم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دقيقة دقيقة، أنا أعلمك الحين كيف. أنا عارف أنك الآن أنت متلخبط. بمية ريال أنت تقدر الآن تستثمر في هذه الأرض استثمار دائم. كيف؟ إخواننا الكرام بجمعية بالوالدين إحسانا بركم بمنطقة مكة المكرمة عندهم نية أنهم يشترون هذه الأرض ويبنون فيها مقر. هذا المقر يعود ريعه للفقراء والمساكين والمسنين اللي وصانا بهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عارف أنه أنت تقول يا أخي 100 ريال السهم و300 ريال عني وعن والدي، أنا ودي أشارك بس يمكن ما عندي قدرة. أنا أعطيك حل جدا جميل. جاء واحد من المحسنين الله يجزاه خير، دفع 150,000 ريال حطها، اشترى جزء من هذه الأرض، وقال كل من يساهم في نشر هذا المقطع، كل من يمرر هذا المقطع، كل من يهدي هذا المقطع فهو شريك معنا في هذا الأجر. إذن تستطيع أن تشارك بمية، تستطيع أن تشارك بـ300 عنك وعن والديك، وتستطيع ألا يتوقف هذا المقطع عندك إن شاء الله. لا يوقف هذا المقطع عندك. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله.